السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مديرية تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2022. طبعا هذا الرابط نزلته بقناتي على التليجرام، وراح أنزله الرابط بالوصف وراح أنزله بالتعليق المثبت. لحد الآن طبعا ثمان مديريات اللي أعلنت النتائج، اللي هي مديرية تربية الكرخ الثانية هسة، والكرخ الأولى، والكرخ الثالثة، والرصافة الأولى، هاي بغداد، والمحافظات، المحافظات إدهوك وكربلاء والنجف والمثنى. هذني الثمان مديريات اللي أعلنت نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الصف السادس الابتدائي. لكن باقي المحافظات بعد ان شاء الله اليوم يكملوها، اليوم باكر ان شاء الله، يعني تدريجيا.